ومتابعة لهذه المعركة والملحمة، طوفان الأقصى ينضم إلينا في هذه المتابعة الإخبارية من الضفة الغربية عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا بكم وبكافة المشاهدين. كما يسعدنا أن نرحب من خان يونس من قطاع غزة عبر الخط الهاتفي الناطق باسم حركة حماس السيد حماد الرقب، ومن غزة كذلك الأستاذ أيمن دلول الصحفي الفلسطيني. مرحبا بكما معنا أستاذ حماد وأستاذ أيمن. أهلا وسهلا بكم أخي. حياكم الله. أبدأ معك على وجه السرعة أستاذ محمد، كيف ترصد وتتابع الأحداث بعد مرور 24 ساعة حتى الآن أو ما يزيد قليلا، مع وجود مقاتلين في داخل المغتصبات الإسرائيلية ما زالوا يشتبكون، ومع قدرة لكتائب القسام أو المقاومة الفلسطينية باستبدال بعض من قواتها ثم استئناف القتال مجددا، بينما الاحتلال يتخبط ويحاول أن يوجه ضربة عنيفة انتقامية إلى قطاع غزة من خلال الطيران وضرب منازل المواطنين الآمنين وتدميرها على رؤوسهم؟ كيف تتابعون هذا المشهد؟ نعم، واضح جدا أن الإسرائيلي يفشل ساعة تلو الأخرى في العلم الأمني والعلم العسكري. الصدمة لأي عسكري كان مفترض أن تكون أول ساعة، ساعتين، 3 ساعات، ومن ثم يجب السيطرة. الآن لا زال وبالتوازي، إذا ما قررنا بالتوازي، عام 2008 تم قصف غزة بطريق الصدمة، وبدأت الصدمة في مركز الشرطة، وبعد ساعات من هذه الصدمة قصفت غزة المدن الإسرائيلية وتم السيطرة لدى المقاومة. إذا ما قررنا ذلك في 2008 منذ بداية التأسيس، ليس الفعلي والعميق للصواريخ والمنظومات ولجان الدفاع بمقارنة بجيش الإسرائيلي 2023، حينما يتم اقتحام مستوطنات وبؤر عسكرية وثلاث أسيجة وكل هذا الإجراء التكنولوجي الموجود، ولا تسيطر لا الساعة الأولى ولا الثانية ولا اليوم الأول ولا نصف اليوم الأول الثاني، فهذا يعني أنك لازلت في تخبط. بالتوازي المقاومة تصدر بياناتها تفصيلية كل لحظة وتطمئن الجبهة الداخلية وتقوم بتحشيد وتفعيل الجبهات وتتحدث باتزان. هذا كله رصيد مهم في هذه المعركة للمقاومة، ورصيد سلبي للردع الإسرائيلي، للتكتيك الإسرائيلي، لحالة أخذ النفس الإسرائيلية. لم يكن هناك اغتيال لقيادات وازنة في كتائب القسام أو حماس، وهذا فشل كبير جدا لإسرائيل. لم يكن هناك اغتيال لمجموعات مقاومين في داخل قطاع غزة. لم يكن هناك أي إنجاز للإسرائيلي، وفقط هو يهدد ويقتل في المدنيين دون أن يكون هناك أي تطور ميداني ملموس يشعر المستوطن بأن الأمن عاد له. بل على العكس، في اليوم التالي وصلت الاشتباكات إلى عسقلان وقريبة من النقب. هذا كله ليس سهلا في التعامل الميداني في المعركة، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي قال بأنه سيتم التطهير منذ ساعات مساء أمس، وحتى اللحظة يوجد هناك قتلى ويوجد هناك مواجهات وتطورات لا نعلمها في الساعات المقبلة، تدلل على أن المعركة بيد المقاومة وأنها لا زالت تمسك بزمام الأمور وأن لديها أوراقها سواء من حيث الجبهات. سنأتي إلى تلك الأوراق أستاذ محمد لاحقا. أستاذ حماد الرقب من غزة، لم يكن يليق بهذه الملحمة أو المعركة إلا أن تسمى بهذا الاسم طوفان. هي في الحقيقة طوفان، ولكنه طوفان بشري من المقاتلين المدججين بالإيمان وبالسلاح وبالعقيدة قبل كل شيء، والذين كانوا في حالة سكون وهدوء يعني رهيبة غير متوقعة، دخلوا وخرجوا وقاموا بهذه الملحمة وعلى البث المباشر على الهواء مباشرة بهذه السكينة وبهذه ربطة الجأش العالية، وما زالوا مستمرين في هذه المعركة. كيف جرى ذلك وأنت من غزة بطبيعة الحال؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم، ما جرى هو بفضل الله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هذا الأمر الذي نحمد الله سبحانه وتعالى فيه حمدا طيبا كثيرا مباركا، أن وفقنا لكي نرى هذه اللحظات الطيبة لأبطالنا المجاهدين، لأبناء وأحفاد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، الذين تربوا على موائد الإيمان والقرآن، فحفظوا الإيمان في قلوبهم وحفظوا الواجب المقدس
يذهبوا إلى أرضنا. نحن لم نكن نشك أبدا من قبل أننا نقارع عدو أثيل وجبان وضعيف، وأن هذا العدو لولا حبال الناس من أمريكا والغرب وللأسف الشديد وبعض الأنظمة العربية المنبطحة لما كان له أن يعيش في أرضنا ساعة واحدة ولا يوما واحدا. ما جرى في غزة بالأمس هو التجربة الحقيقية والفعلية والعملية لما سيحدث بإذن الله في المستقبل القريب عندما ندخل تل أبيب بإذن الله عز وجل ونعيدها منطقة مرة أخرى من قضاء يافا وندخل إلى القدس الحبيبة بإذن الله عز وجل، ليتأكد كل عربي ومسلم على وجه الأرض أن إسرائيل ليست دولة قوية بالشكل الذي أرادوا أن يرسموه في عقول العرب والمسلمين، وأنهم أوهن من بيت العنكبوت، وأننا إذا دخلنا عليهم الباب فإننا غالبون، وإننا نرى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى قول ربنا سبحانه وتعالى في حصونهم التي ظنوا أنهم أنها مانعتهم من دون الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. عبر فضائيتكم الكريمة رسالة إلى كل العرب والمسلمين أن يزيلوا الصورة النمطية التي أوجدها الموساد والشباك وأنهم قوة هائلة وأنهم يعرفون دبيب النملة السوداء وأنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة، لتفاجئهم المقاومة بالأمس بفضل الله بقوات برا وبحرا وجوا ليشارك فيها مئات المقاتلين. لم تمتلك إسرائيل معلومة واحدة، بل نحن ما دخلنا إلى مواقع الرادار ومواقع الرصد والمراقبة، وكثير من هؤلاء الجنود الآن في قبضتنا. كل هذا يؤكد بصورة واضحة أن الزمان قد تغير وأننا نسير في زمن العزة والكرامة بإذن الله. ورسالتي إلى كل الدول التي طبعت أن تعود مرة ثانية إلى حواضن الأمة العربية والإسلامية وأن تترك الرهان على أمريكا وإسرائيل، فإن الرهان على شعوبنا وإرادتها بعد الله سبحانه وتعالى هو الأولى والأجدر. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد حماد. أستاذ أيمن دلول من قطاع غزة، كيف تبدو الأوضاع في القطاع الآن بعد يعني تمكن المقاومة من هذه الملحمة، استمرارها حتى هذه اللحظة بإطلاق الصواريخ وبالاشتباك في الداخل، ومحاولة الاحتلال القيام بجولة انتقامية أو رد انتقامي كما هو واضح، كيف تصف المشهد في قطاع غزة؟ للمشاهدين الأعزاء في كافة أرجاء العالم، واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن على القضاء على بعض المقاومين الذين تمكنوا من اجتياز الأسلاك الزائلة، والآن احنا بنتكلم أكثر من 24 ساعة يتحركون داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بل ويقومون بتبديل شفتات إن صح التعبير ما بين بعضهم البعض، تدخل قوات وتخرج قوات وتواصل العمل، وهكذا قوات الاحتلال لا تجرؤ على مواجهتهم فتلجأ إلى استهداف المقرات المدنية وبيوت الآمنين على رؤوس ساكنيها بشكل مباشر، تستهدف المواطنين والمنشآت المؤسسات كل هذه المسائل. لكن الواضح الآن في الشارع الفلسطيني وهو الذي ربما لم تدركه جيدا قوات الاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية والشارع الفلسطيني يعيشون في جسد واحد. نعم. الشارع الفلسطيني شاهد من ضربات المقاومة الفلسطينية ما لم يكن يتخيله في أي وقت من حياته، شاهد بأنه هناك إمكانية لكسر رأس هذا المحتل وتحقيق انتصارات حقيقية عليه بعدما دن في المسجد الأقصى المبارك، وبعدما اعتدى على الأسرى في سجون الاحتلال، وبعدما عربد ومارس كل أنجهيته. الشعب الفلسطيني في غزة وجد أن هناك إمكانية أن يدخل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد دخل المئات من المواطنين إلى الداخل، وعاد بعضهم ببندقية والبعض بآلية والبعض بأسرى من جنود الاحتلال وهم ليسوا جنود أو مدربين سلموها للمقاومة الفلسطينية. الشعار لدى المقاومة الفلسطينية الآن بأن يعني على المقاومة الفلسطينية أن تفعل ما تشاء ولا تلقي بالا للمنازل والمنشآت التي يقوم الاحتلال بتهدينها، فصورة النصر التي صنعتها المقاومة الفلسطينية غطت على أي صور أخرى
يمكن أن يلعب على وفي ركها الاحتلال، قام باستهداف الأبراج السكنية وظن بأن الفلسطينيين يمكن أن يخرجوا في وجه المقاومة الفلسطينية، لكنهم بقوا متكاتفين من خلفها وصفا واحدا من خلفها. الآن يستهدف البيوت وهم متكاتفين من خلفها، ولن يفلح بفض الشعب الفلسطيني عن المقاومة الفلسطينية. لأن صورة النصر التي خرجت في اليوم الأول صورة النصر ولا تزال ترسم معالمها في الوقت الحالي، يعني دفعت المواطن الفلسطيني أن يعني في الحقيقة صورة نصر وهي افتتاح عهد جديد. نحن في عهد جديد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أستاذ أيمن أرجو أن تبقى معي ويبقى ضيوف الكرام. طبعا كما تعرفون المقاومة لم تتوقف منذ الصباح ردا على قصف الاحتلال لمنازل المواطنين الآمنين وقتل يعني واستشهاد العشرات منهم واستهداف الأبراج السكنية. المقاومة قصفت مدينة عسقلان بمئة صاروخ صباح هذا اليوم، وقالت بأنها ستستهدف تلك المدن في حال استمر العدو بهذه الحماقات. ومن الجدير ذكره أو التذكير به بأن عدد القتلى في ازدياد، القتلى في صفوف الاحتلال في ازدياد واضح، تقريبا العدد وصل إلى 350 قتيل حتى الآن، وأكثر من أو قرابة 1600 جريح وفقا لما يذكره العدو. بالمناسبة نحن لا نصدق أرقام العدو لأنه يعني يكذب كما يتنفس، ومن المتوقع أن تكون هذه الأرقام مضاعفة. في المقابل وكما سنشاهد الآن مباشرة على الشاشة، ناشطون تداولوا مشاهد مصورة تظهر آثار المعارك الضارية التي جرت في مستوطنة ريعيم بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. وهذه القاعدة العسكرية يعني واحدة من القواعد الكثيرة التي سيطرت عليها فصائل المقاومة واشتبكت مع جنودها وقتلت منهم من قتلت وأسرت منهم من أسرت، وكلها تأتي في إطار معركة طوفان الأقصى كما تعرفون. في المقابل الاحتلال هدد شعبنا بإرسال رسائل من خلال الهواتف ومن خلال وسائل الإعلام بأن عليهم ترك القطاع وترك منازلهم والذهاب إلى أماكن معينة، وهذا طبعا أمر مرفوض لدى شعبنا الفلسطيني ولا يمكن القبول به، بل بالعكس هناك مشاهد أخرى تظهر كيف يهرب المستوطنون هروبا جماعيا كما حصل في هذا المشهد الذي نراه الآن، أو كما حصل في مشاهد أخرى اليوم في مطار بن غوريون حيث ذهبوا بالآلاف لمغادرة الكيان الصهيوني هربا من هذا الطوفان المبارك. أعود لك أستاذ محمد معنا. نحن أمام عهد جديد كما قلنا في البداية، وهذا العهد الذي افتتحته المقاومة يعني في الماضي قال يعني نزار قباني يا مجانين غزة تعلمونا كيف يكون الجنون. ففي الحقيقة لم يتوقع الاحتلال بكل الاحتمالات الواردة لديه أن تقوم غزة بما قامت به في هذه المعركة هذه الملحمة، يعني هذا فاق كل التصورات عدا عن المباغتة وتعطيل التكنولوجيا العسكرية وتعطيل المنظومة الأمنية والضربة المباغتة القاتلة، لكنه أيضا في الحسابات ربما لم يتوقع أن تتجرأ المقاومة على القيام بهذا الفعل العظيم. نعم، التضليل الذي قامت به قيادة المقاومة كان مهما جدا في البداية، وكان يبدو أنه امتد لأسابيع ما قبل هذه العمليات. تضليل أعطى التقارير الاستخباراتية بأن قيادة المقاومة ليست معنية بالتصعيد، وأعطى أيضا المخابرات العربية حالة اطمئنان بأنه تم الترويض، وأيضا أعطى تطمينا للجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن كل ما يتم من تهديدات وتصريحات ما هو إلا حبر على ورق. ولذلك كانت هذه الخطة ناجحة بامتياز وصادمة بامتياز ومفاجئة للقريب والبعيد. المهم في هذا المشهد أن قيادة هيئة الأركان المقاومة غلفت العملية بالغطاء الدولي والسياسي. حينما تحدث قائد أركان المقاومة عن خطابهم للعالم، لقادة العالم، تحذيرهم لإسرائيل، الحقوق المشروعة والإنسانية، انتهاك حقوق الأسرى، انتهاك الأديان والأماكن المقدسة، واقتحام مناطق الضفة الغربية التي تخضع لاتفاقية تم رعايتها من الأمريكان ووجود الرباعية الدولية، كل هذا غلفه أضاف عليه الاحتلال الاستيطان. كل هذا قام قائد هيئة الأركان بتغليف
العملية بالحديث عنه ليكون شاهدا وحجة على أي تدخل ما بعد هذه العملية. هذا المشهد هو الطوفان. الطوفان جاء بعد كاسر الأمواج الإسرائيلي. كاسر الأمواج الإسرائيلي الذي استخدم في الضفة الغربية لوأد البؤر العسكرية التي أنشئت بعد سيف القدس في جنين ونابلس وطوباس وأريحة وطول كرم. الطوفان جاء فحطم ودمر كاسر الأمواج الذي أرادت إسرائيل فيه أن تبقي الضفة هادئة، فخسرت هدوء الضفة وخسرت الهدنة مع غزة، وأضافت للقضية الفلسطينية عمقا أبعد بجبهات جديدة، منها من اشتغل ومنها من ينتظر. واضح أن هناك في جعبة المقاومة منها من ينتظر، وهذا كله بالمجمل في الذاكرة الجمعية الفلسطينية يذهب القيادة السياسية للمقاومة إلى حصاد سياسي، وهنا دائما المقتل. النتاج السياسي لكل عملية عسكرية واضح أن المقاومة أعدته هذه المرة حتى لا يكون الحجيج السياسي في مقر المقاطعة التي يحكمها الرئيس عباس منتهي الصلاحية. لا يوجد انتخابات، يمنع الانتخابات، يمنع المجلس التشريعي، يمنع أي نقابة حتى منتخبة. أجهزته الأمنية تواصل الاقتحام والاعتقال والتنكيل والتنسيق الأمني. لذلك جاء الطوفان، أغرق التطبيع وأغرق التنسيق وهدر الردع وهدر الأمن. بقي أن يكون هناك الحصاد السياسي، وأعتقد أن القيادة السياسية للمقاومة هذه المرة تحديدا، لأن الكم هائل والقم والحجم للعملية هائل، يجب أن يكون النتاج مهم ومناسب سياسي، يخص حصار غزة، يخص الأسرى، يخص الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ويخص الضفة الغربية والقدس وغزة بملف الانتخابات وإعادة الهيبة للهيكل السياسي الفلسطيني. أشكرك أستاذ محمد. ابقى معي أستاذ حماد. نحن أمام مشهد بطولي يعني ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. الشعب الفلسطيني شعب صامد بلا شك، وهو القادر دائما على المواجهة. في المقابل الأمة العربية والإسلامية كلها تقف خلف هذا الشعب المجاهد. وبهذه المناسبة في الحقيقة، وطالما أن المعركة تحمل اسم طوفان الأقصى، لابد أن يكون للأمة أيضا دورها في هذا الطوفان. فما رسالتكم للأمة اليوم من خلال هذه القناة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، رسالتنا إلى أمتنا بأسرها أن واجب الدفاع عن المسجد الأقصى وفلسطين هو واجب مقدس في عنق كل مسلم وعربي وحر على وجه الأرض. وهذا اليوم الذي نقوم به بواجبنا في فلسطين، ونحن الآن في ساحة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكل الجبهات مشتعلة. الضفة بفضل الله تقوم بدور طيب الآن، وإخواننا في الداخل لا نشك أبدا في دورهم الطيب والكريم. ونحن في غزة بإذن الله عبر عديد المواقع التي بها الاشتباكات وما زالت إلى الآن، نطالب كل أبناء الأمة بدعم فلسطين بكل ما يملكون. نطالب كل مهندسي الأمة وخبرائها وطلاب العلوم الطبيعية بأن يعطوا زبدة خبراتهم للمقاومة الفلسطينية في معركة صراع الأدمغة. نطالب العلماء بالخروج بمواقفهم المشرفة، كذلك نطالب الشعوب بالخروج في الساحات والميادين لإبراز دعمهم للقضية الفلسطينية. كل من يستطيع أن يدعم فلسطين ماديا معنويا في تأكيد الرأي العام، الأصل فيه أن يتحرك، ومن كان يستطيع أن يتحرك بالقوة فالأصل فيه كذلك ألا يتردد على الإطلاق، لأن هذا الشرف شرف لكل من سار إليه ولكل من حمل لواءه. نحن واثقون أن أمتنا مليئة بالخير، ولكننا نحتاج مرة ثانية إلى إعادة الأمل للأمة بأسرها في أنها أمة قادرة وأنها أمة قوية وأنها أمة قادرة على أن تسحق أعدائها. وهذه القضية تبدأ من الوعي والعلم والمعرفة، وتنتهي بإذن الله تعالى بدخول أمتنا إلى ساحات المسجد الأقصى محررا بإذن الله. أستاذ أيمن، يبدو أن المعارك السابقة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية كانت بمثابة بروفات عسكرية وتحضيرية لهذه المواجهة التي يبدو أن المقاومة استعدت لها جيدا. يعني المسألة لا تتعلق الآن أن المقاومة تخشى ردود إسرائيل، حتى ما هدد به الاحتلال يبدو أن المقاومة أفقدته يعني زخمه وقيمته العسكرية والأمنية. إنه ماذا يريد أن يفعل؟ يعني إن بادر بشيء ستبادر المقاومة بشيء آخر. ما زالت تمتلك زمام المبادرة حتى الآن، ومنذ يوم أمس حتى هذه اللحظة لم يستطع الوصول إلى أهداف
حقيقية أو يعني خلينا نقول ذات قيمة من الناحية العسكرية والأمنية؟ القضية يعني أمر طبيعي أنه نجد المقاومة الفلسطينية قد أعدت جيدا نفسها لهذه المعركة وهذه المواجهة الكبيرة، وأنها لا تحسب حسابا لردود الأفعال من قبل قوات الاحتلال، هذا أمر طبيعي. لكن غير الطبيعي أستاذ يونس وهو نظرة الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني أصبح هو الآخر لا يلقي بالا لكل ما تقوم به قوات الاحتلال، والدليل أنه يتم استهداف منازل فوق رؤوس ساكنيها، يتم استهداف أبراج سكنية، مؤسسات مدنية، ولا يخرج الشارع إلا مهللا للمقاومة ويمجد بأبطالها. وسائل التواصل الاجتماعي واضحة بذلك، كل من يرتقي في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 يعني ثم يأتي خبر استشهاده لأهله يقومون يفتخرون به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ويتبادلون التهاني ويتحدثون عن أن النصر الذي تم تحقيقه أكبر كثيرا مما يمكن أن ينغص على الشارع الفلسطيني. واضح الآن أتحدث إليكم بالمناسبة وتشتد وتيرة الاشتباكات، هناك رشقات صاروخية انطلقت قبل قليل، رشقات مكثفة وبعيدة المدى، وكذلك يسمع أصوات رشقات إطلاق نار ودخنات إطلاق رصاص في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، يبدو بأنها جولة جديدة أو يعني عمل جديد. أستاذ أيمن، دعني أستثمر وجودك في السؤال عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات الاحتلال. يعني نحن نقرأ الآن أخبارا، يعني كل ساعة هناك أخبار جديدة واعترافات، يعني الاحتلال مضطر للاعتراف بها في الحقيقة، سواء عن أسر لواء في يوم أمس أو مقتل قادة كبار، يعني قائد دوفان مثلا، قائد اللواء أو فرقة المهام المتعددة. نحن نتحدث عن أسماء كبيرة جدا وعن ألوية وعن جنرالات قتلوا في هذه المعركة، ليس مجرد جنود فقط، وربما بعضهم في الأسر. نعم صحيح، الخسائر كبيرة كبيرة للغاية يعني، والاحتلال واضح بأنه حتى الآن اللي كان يوهمنا بهذا الكيان الكبير بالإمكانيات الكبيرة حتى الآن لا يستطيع أن يحصي عدد القتلى، وحتى الآن لا يستطيع أن يعلن رقم حقيقي، فتراه بين يعني الآن مضى أكثر من 24 ساعة والاحتلال لا توجد لديه إحصائية دقيقة بالمفقودين أو بالأسرى في يد المقاومة الفلسطينية أو بالعدد الحقيقي للقتلى أو برتب القتلى. الآن شيئا فشيئا ومرة بعد مرة يتم الإعلان، نتحدث عن قائد فرقة التدريب في القوات الجوية الخاصة، يعني هذا أحدث الذين قتلوا، وكذلك قائد كتيبة وحدة استطلاع ناحل، يعني من أبرز القادة المعروفين بإجرامهم يتم إعلان مقتله. الآن القضية الأكثر في هذه المواجهة وهذه العملية أن العملية لم تتوقف، العملية تتمدد. نتحدث قبل حوالي ساعتين من الآن تمكن عشرات من مقاتلين المقاومة الفلسطينية وبخاصة كتائب القسام من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مرة أخرى وينفذون عمليات الآن، والعشرات تمكنوا من العودة بحسب بيانات المقاومة الفلسطينية، تمكنوا من العودة إلى قطاع غزة. الأمر واضح بأنه هناك تنظيم، هناك ترتيب، هناك تخطيط جيد، أنت تتقدم وأنت تتراجع وأنت تنفذ هنا وأنت تخرج من هنا وهكذا. واضح بأن المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها جيدا، وواضح بأن القصف الذي يقوم به المحتل الصهيوني للأعيان المدنية في الوقت الحالي لن يفلح من خلاله في إنهاء المعركة لصالحه. الصورة الأولى خرجت، وعليه أن يستثمر الوقت ويتوقف عن إدخال جنوده في أتون مقتلة عظيمة أعدت لها المقاومة نفسها جيدا. أشكرك أستاذ أيمن، أرجو أن تبقى معي لن نطيل عليك بطبيعة الحال. أستاذ محمد اللقيق، يعني ما يحصل كما تلاحظ يفوق الخيال، الاحتلال لم يستوعب حتى هذه اللحظة، هناك متابعة على مدار الساعة لدى قوات الاحتلال وبمعونة أمريكية كبيرة ومعونة غربية كبيرة، لكنهم على الرغم من ذلك لم يستوعبوا بعد، يعني الآن هم يعني كما نقول في حيص بيص، يعني لا يعرفون ماذا يفعلون، يعني كيف يكون الرد على قطاع غزة، لأنه قطاع غزة قال لهم أن لدي
أرقام مضاعفة مما تتوقعونه من الأسرى، ونحن الذين شاهدناه في الفيديوهات والذين تمكننا من تعداده ربما بالعشرات، يعني إحنا كمواطنين شفنا مشاهد وعشرات الأسرى، فما بالك بما لدى المقاومة؟ لا أحد يعرف، يعني هؤلاء الذين رأيناهم هم الذين تمكن المواطنون من أسرهم، فما بالك بمن أسرتهم المقاومة يعني من مسافة الصفر وجنود وضباط؟ وقالت لهم المقاومة بأن هؤلاء الأسرى جرى توزيعهم على مختلف محاور قطاع غزة، ليسوا في مكان واحد يعني يقصفه الاحتلال ويقضي عليهم وفقا لعقيدة هانيبال، إنما تفرقوا وهم أيضا موجودون في أنفاق المقاومة تحت الأرض. مشهد في غاية التعقيد. الأهم في ذلك كرت هدم ونسف الأبراج الذي كان ضاغطا على المقاومة، سقط هذا الكرت، والواضح جدا أن المقاومة لا تأبه لهذا الكرت، وهذا صفعة جديدة للاحتلال ومن نصح الاحتلال بأن يضغطوا على المقاومة بتنزيل الأبراج، وبالتالي هذه المعركة ألغت فكرة أن يكون إسقاط الأبراج في غزة ضاغطا على المقاومة. ثانيا، المقاومة باستراتيجيتها، وهنا أنت تحدثت عن الدعم الأمريكي وأنا أضيف لك الدعم الأمني العربي، قمة شرم الشيخ، قمة العقبة، وما يجري من حصار غزة من أعالي البحار، وما يجري من تفكيك خلايا في الضفة الغربية، وما يجري من تهميش، وما يجري من إجراء هدفه فقط إسقاط الصفة السياسية عن الفلسطينيين وجعلهم إرهابيين كما داعش، وهذا ما لمح به الأمريكي أول أمس وتحدث به بايدن بالأمس، أننا إرهابيون وليس لنا حقوق، وهذا أيضا أسقطته المقاومة من القاموس الدولي، معززة نظرية أن الشعب الفلسطيني يريد القانون الدولي أن يطبق على أرض فلسطين وأن يتم هناك احترام لحقوق الإنسان، وهذا جزء مهم أيضا من نجاح المقاومة الذي وجد وأوجد التفافا شعبيا حولها. ثالثا، وهذا نسج جديد للتعامل الميداني الذي تمارسه المقاومة في إطار وحدة الساحات وتعدد الجبهات، الذي كان الاحتلال يراهن على أنه سيقوم بالانقضاض عليه من خلال جبهات التطبيع، عززت المقاومة جبهاتها التي باتت هي الأكثر تأثيرا، وبالتالي نسف التطبيع. يعني لو طبعوا مع كل الأنظمة العربية وما زال الفلسطيني يتجول في عسقلان وسلاحه بيده أو في غزة أو في الضفة الغربية، لا فائدة للتطبيع. الجسر الذي وضعته إسرائيل كي تصل إلى التطبيع مع الأنظمة العربية هو اتفاقية أوسلو، جلبوا السلطة وأوقعوا حركة فتح في فخ السلطة وقالوا لها أنه سيكون لدينا حل الدولتين، وهذه الاسطوانة المشروخة يكررها كل رئيس أمريكي يأتي فقط حبرا على ورق أو تصريحا في الإعلام. على أرض الواقع إسرائيل قاعدة أمريكية عسكرية مغلفة بمستوطنين ورواية دينية وتاريخية مزيفة، حتى يتسنى أن تبقى هنا لطمس الهوية العربية في المنطقة. لذلك حينما انتهى قطار التطبيع وآخر مقطورة كانت السعودية، لم يعد داعي لأن يكون هذا الفيلم الكبير وهذه الأضحوكة أوسلو موجودة، وبالتالي البقاء على شركة أمنية اسمها التنسيق الأمني وخدمات اجتماعية بثلاث وزارات وإلغاء السيادة الفلسطينية، إلغاء أوسلو وإلغاء هذا الجسر، لأن ما أردناه من هذا الجسر قد تم. هذا كان موقف الإسرائيلي، موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته قلناها، نسف التطبيع، نسف التنسيق، نسف الردع، نسف الأمن، وكأنه يقول أعطونا ما لنا من القرارات الدولية وعلى رأسها الأرض المحتلة عام 67، ما عليها من استيطان هو غير شرعي وجب ترحيله. أي الدول سيواجه هذا القانون الدولي؟ أرونا إياها. حتى اللحظة لا يواجه هذا القانون الدولي إلا أمريكا وإسرائيل وأراجوزات العرب وشركة التنسيق الأمني، غير ذلك لا يوجد. المهم هي الوقائع التي يصنعها الناس على الأرض، يعني أمريكا ما لست تنفع إسرائيل، يعني امبارح نتنياهو يبتزها يقول لها أنا أريد أموال، أحتاج إلى دعم 4 مليارات أو 8 مليارات وأريد أن أصلح القبة الحديدية، طب ماذا ستفعل بعدها؟ الشعب الفلسطيني ومقاومته يقولون وقالوها لو قبلوا يد نتنياهو وبن غفير من المحيط إلى الخليج وبقي الطفل فلسطيني يحمل سلاحه في وجه الاحتلال يريد حقه، لن يمنعه كل المطبعين
أو كل المنسقين، وهذا الواقع الآن انظر إليه في كل أرجاء فلسطين، يشيعون الشهداء، لا يأبهون للعنف، لا يأبهون للفوضى الإسرائيلية، لا يأبهون للقتل، لا يأبهون للاستبداد والعربدة، يريدون حقهم بكل بساطة. شعب ينشد حقه بحسب قوانين دولية وبحسب الأحرار وبحسب كل حر في العالم، كما أوكرانيا تريد الحرية، كما أذربيجان تريد أرضها. ما الذي يمنع الفلسطيني أن يأخذ أرضه، خاصة أن المقاومة التي تقوده الآن هي في الانتخابات الأخيرة النزيهة حصلت على جل الأصوات؟ لماذا تمنع الانتخابات في فلسطين حتى يقال إسرائيل واحد ديمقراطية؟ لماذا تمنع المقاومة في فلسطين حتى يقال أننا إرهابيون؟ لماذا يمنع الشعب الفلسطيني من إنشاد حقوقه حتى لا تعود للعروبة مجدها وللأمة الإسلامية مجدها؟ أين جامعة الدول العربية؟ سؤال اطرحوه عبر وسائل إعلامكم. هناك فرق في التوقيت على ما يبدو أستاذ محمد، فرق هائل في التوقيت، لم تصل بعده أخبار فلسطين. أشكرك أستاذ محمد، ابقى معي. أستاذ أيمن، ثمت سؤال مهم فرضته، وهو سؤال معقد للغاية في برسم الإجابة لدى الاحتلال، فرضته هذه المعركة التي ما زالت متواصلة، معركة طوفان الأقصى، وهو حول مستقبل المستوطنات. الاحتلال قائم على الاستيطان والإحلال، واليوم يتم الحديث عن مستقبل المستوطنات في غلاف غزة على وجه التقدير، على وجه التحديد. احنا بنحكي عن 20-30 كيلو وأكثر شباب وصلوا. طيب، هل تعتقد بأن المستوطنين سيقبلون بالعودة إلى المستوطنات مجدداً، وستتمكن حكومة الاحتلال من إقناعهم بتوفير الأمن لهم مجدداً، أم أن مستقبل هذه المستوطنات على المحك، ولا بد أن تكون للمقاومة الفلسطينية مطالب واضحة بأن هذه أرض فلسطينية احتلت عام 67 ويجب أن تعود إلى أصحابها، وليس هذا، وليس معنى ذلك بأننا نعترف بما تم احتلاله عام 48؟ ماذا عن مستقبل المستوطنات؟ أستاذ يونس، لنكون واضحين، يعني هذه العملية الكبيرة والمعركة الكبيرة التي تخوضها المقاومة داخل فلسطين المحتلة عام 48، وتقدم في سبيل هذه الدماء الكثيرة، وصبرت هذا الصبر الطويل، هذه السنوات الطويلة، نعتقد بأنهم وصلوا إلى هذه النقطة، هل يمكن أن يتراجعوا عنها؟ يعني واهم من يعتقد بأنه الذين وصلوا إلى هذه الأماكن وتوغلوا بهذا الشكل الكبير يعتقد بأنهم يمكن أن يتركوها وتعود الأمور عما كانت عليه سابقا. هذه مسألة. المسألة الثانية، حتى وإن لم يعني يتم إزاحة الأسلاك الزائلة إلى الأمام في الوقت الحالي وفي هذا الزمن، غالبا سيكون هناك ثمن مقابل أن تتوقف ضربات المقاومة الفلسطينية، لا يمكن أن تمر المسألة مرور الكرام. المسألة الثالثة والأهم، حتى وإن يعني وفرت قوات الاحتلال كل الإمكانيات وكل صور الأمن للمستوطنين ليرجعوا ليستقروا في هذه الأماكن، فأنا أعتقد بأن هذه المسألة بعيدة المنال على المستوطنين الذين تلقوا ضربة لن ينسوها ما بقوا على هذه الحياة. هذه ضربة شديدة وضربة عظيمة وصورة يعني أعتقد أنه لها ما بعدها الكثير، ولن تفلح كل قيادة الكيان الصهيوني أن تثبت هؤلاء المستوطنين في هذه الأماكن التي تلقوا فيها صفعة إلى الأبد. نعم، وبسؤال أخير للأستاذ محمد عن مستقبل هذه المواجهة والسيناريوهات المتوقعة. الواضح أن المقاومة الفلسطينية استفزت جميع الشرائح في الأمة العربية والإسلامية، وقالت لهم أن هناك أرضا عربية إسلامية تحت الاحتلال، أرونا دعمكم، أرونا إسنادكم، فمنكم من سيقصف، ومنكم من سيتبرع، ومنكم من سينزل إلى الشارع، ومنكم من سيدافع عنا في المحاكم الدولية والجاليات العربية والإسلامية، ومنكم من سينزل إلى الشارع، ومنكم من سيصلي على الأقل لتقدير، وذلك أضعف الإيمان. لذلك المقاومة في هذه النقطة تحديدا نجحت في استراتيجية احتضان كل الشرائح
إلى حضن المقاومة والقضية الفلسطينية، أعادت القضية الفلسطينية هيبتها بين الشعوب، لم تجعلها متفتتة ومتشتتة. نظرت المقاومة والشعب الفلسطيني إلى السعودية أن تخرج عشرات الآلاف في العاصمة الرياض، وأن تخرج في الإمارات، وأن تخرج في اليمن، وأن تخرج في العراق، وأن تخرج في مصر عشرات الآلاف. ينظر الشعب الفلسطيني إلى الشعوب العربية على أن يعيدوا إحراق علم إسرائيل كما كان في مطلع العام 2000 في كل عواصم الدول العربية، نعم. أن يعيدوا لجامعة الدول العربية هيبتها واستراتيجية القضية الفلسطينية أولويتها. هذا نجحت فيه المقاومة، وواضح أن التحرك في الشارع العربي بكل ألوانه وأطيافه يعتبر نجاحا جديدا والتفافا جديدا نعم. ووحدة جديدة في السياسة الجديدة للمقاومة. أشكرك أستاذ محمد القيق، الكاتب والباحث السياسي، وشكري موصول للأستاذ أيمن دلول الصحفي والإعلامي الفلسطيني، وكذلك الأستاذ حماد الرقب المتحدث باسم حركة حماس.